ثمن وزير العدل المستشار عمر مروان اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية الملكية الفكرية في إطار توجه الدولة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030. جاء ذلك في كلمة وزير العدل الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. وأشار وزير العدل إلى مشاركة ممثلين عن مختلف الهيئات والجهات القضائية بعدد من الدول العربية ومجموعة من المتخصصين بهدف الخروج برؤى قضائية تحقق الوقوف على الممارسات الأفضل لمواجهة التحديات الجديدة في مواجهة حماية الملكية الفكرية. سنة 54 اتحط أول قانون، في قانون جديد خالص صدر سنة 2002 برقم 82 سنة 2002، ده كان قانون شامل حدث من القانون الصادر سنة 54. حالياً احنا بنعمل تعديل على هذا القانون ليواكب التطور الجديد في مسألة الملكية الفكرية، وأيضاً معاه مشروع قانون آخر بيوحد الجهات المسؤولة عن الملكية الفكرية. دايما في ربط بين البحث العلمي والصناعة، وده دور منوط لأكاديمية البحث العلمي في جمهورية مصر العربية. بعد ما بينتج من البحث العلمي تطور صناعي بيتقدم إلى مكتب براءة الاختراع لتسجيل براءة الاختراع عشان يحصل على ميزة تنافسية، وده اللي الشركات الكبيرة كلها بتعمل عليه، إن بعد ما بيطلع منتج تكنولوجي مطور بيتم حمايته ببراءات الاختراع عشان يقدر يحصل على ميزة تنافسية في